اليوم هنتكلم عن مرض مهم في الجراحة الصدرية، هو سرطان الرئة. ليش المرض مهم سرطان الرئة؟ هون شايفين الإبيديميولوجي لسرطان الرئة، حيث يشكل السبب التاسع للوفيات في الناس عموما. وإذا لاحظنا منحنى هذا المرض من عام 1990 إلى عام 2010 وما بعد، فإنه من اعتبارا من 1998 فهو في ازدياد شديد جدا في العالم، وما يزال في ازدياد. وهذا السبب الأول. والسبب الثاني لأهميته أنه إذا قارنا بين الخمس سنوات حياة في كل الأمراض all cancer، لاحظ أنه الأمراض صار five year survivor حوالي 50% خمس سنوات، إلا بسرطان الرئة فإن survivor لا يتجاوز 15% لمدة خمس سنوات. إذن إنذاره سيء جدا. وإذن واليوم صار هو السرطان الأول قاتل للذكور والإناث في العالم المتقدم، طبعا بسبب انتشار عادة التدخين. منذ الآن نقسم سرطان الرئة إلى قسمين كبيرين تصنيفيا. أولا small cell lung cancer، سرطان رئة صغير الخلايا، والمجموعة الثانية مجموعة سرطان الرئة غير صغير الخلايا non-small cell lung cancer. هذا التصنيف العالمي دائما بيصنفوا قسمين، صغير الخلايا وغير صغير الخلايا. شو هي عوامل الخطورة في هذا المرض؟ الحياة التدخين رقم واحد، وتصل نسبة الإصابة عند المدخنين إذا كان عند الناس العاديين 7 بالـ100 ألف شخص في المجتمع، فعند المدخنين تصل إلى تزداد 70 أضعافا. هذا هو السبب الأول طبعا مثل ما بيني بالصورة لعوامل الخطورة التدخين. كما أن السبب الثاني التعرض للمعادن الثقيلة مثل اليورانيوم والذهب الاسبستوز وأمراض الرئة السادة، لكن التدخين يتصدر عوامل الخطورة في سرطان الرئة. شو الباثولوجي ده سرطان الرئة؟ احنا قلنا انه في عنا نان سمول سيل لان كانسر، وهنا ثلاث امراض رئيسية، هو سكويمس سيل كارسينوما سرطان شائك الخلايا السي سي، والادينو كارسينوما سرطان الغدي، واللار سيل كارسينوما سرطان كبير الخلايا. هدول كلهم تحت عنوان نان سمول سيل لان كانسر، وبيجي بعدين سمول سيل لان كانسر كزمرة لوحده، ونضيف اليه مرض الكارسينويد وهو low grade tumor. التظاهرات السريرية لسرطان الرئة الحية ممكن نقسم التظاهرات السريرية لأربع أنماط من التظاهرات السريرية. النمط الأول أعراض الموضعية أو القصبية الناتجة عن وجود كتلة في الرئة. النمط الثاني أعراض الاجتياح أو الأعراض الصدرية الناتجة عن اجتياح الورم في الصدر ولكن خارج الرئة. والاعراض الزمره الثالثه من الاعراض اعراض النقائل البعيده، لما نشوف لو النقائل البعيده، وبعدين متلازمه نظيره الورميه. ولا ننسى انه من 5 إلى 20% من مرضى سرطان الرئه يكونوا لا عرضيين، ممكن ينكشفوا صدفه خاصه اذا عمل موضوع النخل سكريننج بين الناس، حيث تزداد هذه النسبه. نبدا بالاعراض الموضعيه والاعراض القصبيه الرئويه. طبعا السعال الكف هو أشع عرض بنسبة 90%. أما نفس الدم فهو العرض النوعي ويشكل حوالي 60% من الأعراض، إذا وزلة تنفسية نفس النسبة. أما الأعراض الإنتانية فهي ممكن تظهر ولكن بنسبة قليلة، وتكون ناتجة عن إنتان ما بعد الورم أو التهاب قصبي أو ذات رئة ما بعد الورم. كما يظهر الوزيز والصريف في نسبة 15% من الحالات، وهي الحالات التي يكون الورم مضيق للقصبة أو مضيق للرغامة. من هون نستعرض، لازم تقفل السلايد مثل ما وقفت شوي، ونستعرض مع بعض شو أسباب نفث الدم. وهذا السؤال دائما بتردد إن كان بالسنة الرابعة أو السنة السادسة أو بالمقابلات، ما هي أسباب نفث الدم؟ وبدنا نطلب نحن من طالب بدنا يذكر 10 أسباب لنفث الدم. نحن هنذكرهم بشكل سريع. هو سرطان الرئة، هو التوسع القصبي، هو السل الرئوي، الفاسكولايتيس،
بعدين الانتانات اللي ما فيها التهاب القصبات وزاده الرئه والخراج الرئوي، بعدين الصدمه الرئويه، تضيق الصمام التاجي والوزمة الرئة والتشوهات الشريانية الوريدية. وعندنا في بلادنا الهايدتيسيس لازم ما ننساها. اليوم انتم وظيفتكم انه تحطون هدول بجدول، وكل واحد تحطوا من هدول الامراض تحطوا لي هون جدول الثاني ما هي التظاهرات السريرية لهذا المرض، قائمة ثالثة او جدول ثالث ما هي كيف تظهر الصور الشعاعية لهذه الامراض، الجدول الثالث الوسيلة التشخيصية الأنسب لكل مرض من هالأمراض، والجدول الأخير العلاج كل هذه الأمراض. وقتها بتكونوا حصرتوا بشكل جيد أسباب نفس الدم، وهذا مهم جدا في الأمراض وفي الجراحة الصدرية خصوصا. الزمرة الثانية من الأعراض أعراض الاجتياح والأعراض الصدرية خارج الرئوي في 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 سرطان الرئة. وهون إذا طلعنا على هالصورة شو بنشوف الأماكن اللي ممكن يجتاحها السرطان ويتظهر حسب الاجتياح تبعها، نحن حنلخصهم بهلالة. إذا كان صاب العصب الحنجر الراجي خاصة في الجهة اليسرى الذي هو يلف حول قوس أبر هتظهر بحة الصوت. إذا كان اجتاح الفقرات أو الأضلاع حيعمل ألم صدري. إذا كان ضيق المري حيعمل عسرة بلع. إذا كان صاب الضفيرة العقدة النجمية في قمة الصدر حيعمل متلازمة هورنر. إذا صاب الضفيرة العضودية حيعمل متلازمة بانكوس. وإذا كان ضيق أو سد الأجوف العلوي حيكون متلازمة الأجوف العلوي. وإذا كان أصاب التامون أو أصاب الجنب حيعمل انصباب جنب وانصباب تامون. هذه هي أعراض الاجتياح داخل الصدر وخارج لكن خارج الرئة. هون صورة شو شايفين؟ طبعا في عنا توسعات وريدية شديدة على هذا التوسع الدوران الجانبي في الصدر يدل على انسداد أجوف علوي، بينما الدوران الجانبي في البطن يدور عادة على فرط توتر وريد الباب. المجموعة الثالثة من الأعراض هي أعراض النقائل البعيدة وإضافة والمجموعة الرابعة متلازمة نظيرة الورمية. أين حسب المكان الذي ينتقل فيه سرطان الرئة تظهر الأعراض النقائل البعيدة، يعني إذا انتقل إلى الدماغ سوف تظهر أعراض العصبية بسبب فرط توتر قحفي، وإذا انتقل إلى الكبد سوف تظهر الضخامة الكبدية والآلام الكبدية، وإذا انتقل على العظام سوف تظهر آلام عظمية وربما الكسور المرضية إذا كان حل العظم انحلالا شديدا وغيرها. أما المتلازمات نظيرة الورمية وتشكل من 10-20% لحالات فهي أعراض غدية صماوية واستقلابية وعصبية وصقلية دموية جلدية وغيرها، ويظهر عادة نقص الوزن بنسبة حوالي ثلثي الحالات. لذلك عندما نسأل المريض كبير بالسن مدخن عن سعال نسأله عن نقص الوزن فورا عن نقص الشهية، وهي تدل عادة على ورم سرطان الرئة. كيف يظهر سرطان الرئة شعاعيا؟ حقيقة المظهر الأول الرئيسي هو عبارة عن كثافة مثل ما كنت خاصة خلينا نشوفها بالجهة اليسرى، غير منتظمة، غير واضحة الحدود، غير متجانسة، تدل عادة على سرطان الرئة. هون كمان في عنا منظر حدوده صحيح واضحة لكنها غير منتظمة وغير متجانسة تدل على سرطان الرئة. ممكن يظهر سرطان الرئة بانخماص فصري، وهون شايفين منظر مثلثي يدل على انخماص الفص العلوي، وهو عادة بيكون انسداد قصبة فص العلوي بالورم. إذا المظهر الثاني الشعاعي هو عبارة عن انخماصات رئوية فصية أو انخماصات رئوية. المظهر الشعاعي الثالث هو ضخامات عقدية منصفية سرية عفوا، وهي تدل أيضا على ضخامة في أو ورم مركزي في الرئة. التصوير الطبقي المحوري مهم جدا لتقييم توضع الكتلة وحجمها وعلاقتها بالأعراض. جاي هون علاقتها بالقلب، هون شايفين كتلة مرتشحة بالأذين اليسرى وغالبا مرتشحة في الأبهر الصدري النازل، كما نلاحظ هنا قليل من الانصباب الجنبي. الشكل الرابع الشعاعي ممكن يجي فيه المريض هو انصباب جنب. ليش بيصير انصباب جنب بسرطان الرئة؟ بسبب انتقال الورم الى الجنب وحدوث انصباب جنب.
تشخيص السرطان الرئوي كل السرطان تمر بعده مراحل. المرحله الاولى هون سرطان الرئه اعتبرنا 3 مراحل، تشخيص الورم او تشخيص كتله، وهذا يتعلق بالفحص القصه والفحص السريري، حيث مثلا المريض ياتي مسن مدخن ياتي بسعال من حديث او بنفذ دم، صوره شعاعيه والتصويت الطبقي المحوري يؤكد وجود الكتله الماس. هذا الماس طبعا لا يتاكد نوعه الا بالتحليل النزجي، ونحن تحديد النوع النزجي له طريقتين، اذا المريض مركزي، اذا الورم مركزي في القصبات نجري تنظير قصبات، اذا الورم محيطي نعمل خزعه عبر الابره بالابره عبر جدار الصدر للاورام المحيطيه، ونادرا ما نحتاج لخزعه جنب او خزعه من الانتقالات البعيده، مثلا اذا كان في عندنا عقده فوق الترقوه اليسرى كمان ممكن توصلنا لتشخيص سريع. بعد ما نعرف نشخص انه في ورم، نعرف نوع الورم، تاكدنا انه سرطان، من تحديد المرحله في كل السرطانات لا ننتقل الى العلاج الا بتحديد المرحله اللي اسمها ستيجنج. وبالنسبه لسرطان الرئه تحديد المرحله هو بدنا نتحرى الاماكن الذي يتوضع فيها السرطان والاماكن الذي ينتقل اليها السرطان، لذلك هون بنعمل تصوير طبقي محوري للصدر واعلى البطن مع الحقن، الاورام دائما مع الحقن. ليش للصدر؟ بنشوف الرئتين، بنشوف المنصف. ليش اعلى البطن؟ بنشوف الكبد، بنشوف الكظرين، بنشوف الكليتين، ونعمل مرنان او توصيل طبقي محوري للدماغ، لانه الانتقال للدماغ هو من الانتقالات الشائعه، ولازم نعمل ومضان عظام لحتى، لانه كمان الانتقال للعظام من الاماكن الشائعه. اذا بنكون بهالتوصيل الطبقي المحوري شفنا الرئتين، شفنا الكبد، شفنا الكظرين، شفنا الدماغ، وشفنا العظام، او ممكن نستعيد عنهم هدول او نعمل شيء اضافي وليس مستعيد عنهم، نعمل بيت سكان. هون تصوير طبقي محوري، نشوف المقطع هذا، شايف بهذا المقطع يظهر قوس الابهر، يتظهر الرغامة هنا، يظهر هون المري، هون في عندنا كتلة كبيرة في الجهة اليمنى من الصدر، شايفين كيف تمتد هون إلى القصبة الرئيسية اليمنى، شايفين كيف هي القصبة اليمنى هي القصبة اليسرى، شايفين كيف؟ فهون إذا في عندنا كتلة ولكنها مو مرتشحة في أي عضو من أعضاء الصدر. ما هو العلاج سرطان الرئة؟ الحقيقة في عنا 3 طرق لعلاج سرطان الرئة، الجراحة أو التشعيع أو العلاج الكيماوي، هذا بما يتعلق نن سمول سيل لانج كانسر، يعني سرطان رئة غير صغير الخلايا. عموما العلاج الجراحي الاستئصالي يعني سيرجيكال مانجمنت، هون كاتبين surgical resection for lung cancer is still the most effective method، يعني ما يزال بكل الاورام حتى الاستئصال الجراحي هو العلاج الشافي الوحيد في السرطانات، ولكن مع الاسف بسبب انه بيجوا المرضى معظمهم بورم متقدم لا نستطيع ان نعمل هذه العمليات الا على 35% من المرضى، اذا فقط 1/3 الحالات هي سيرجيكال كانديديت، هن مرشحين لعمل جراحي، وال 65% عاده بيكونوا غير جراحيين لانهم وصلوا بوقت متقدم لا يستفيدوا من العمل الجراحي. بالنسبه للستيجنج تعرفوا نحن في عندنا تي يعني تيومر ان نودل ام ميتاستاز، ما لازم كل ورم نعرف شو التي تبعه شو الان تبعه شو الام تبعه لحتى نقدر نعمل له ستيجنج. على سبيل المثال بسرطان الرئه في عندنا من تي 1 الى تي 4، وفي عندنا ان 1 ان 2 ان 3، وفي عندنا ام 1 ام 0 ام 1. طبعا لها علاقة بحجم السرطان، حتى قسمت لتي 1 ايه بآخر طبعة لتصنيف سرطان الرئة الطبعة الثامنة، عملوا قسموا حتى التيات الى سب تايتل او سب جروب، يعني تي 1A تي 1B تي 1C بعدين تي 2 تي 2A تي 2B تي 3 تي 4، وبالنسبه للام كذلك. عموما نحسن نقول منذ الان انه من تي 1 لتي 3 هو جراحي، تي 4 هو غير جراحي، وتي وان 1 هو اصابه العقد او انتقال الى العقد البلغميه في سره الرئه،
ان اثنين انتقال الى العقد البلغمية في المنصف في جهة الورم يعني ابسي لاترال ميدياسينال اند اور سب كارينا نودل، بينما ان ثلاثة فهي انتقال للكونترا لاترال ميدياستينال اور هيلر اور ابسي لاترال كونترا لاترال سكالين سب كلابيا، يعني انتقال الى العقد اللمفاوي في الجهة المقابلة للمنصف او تحت الترقوة. ومن ذو الان نقول ان واحد جراحية، ان اثنين جراحية، ان ثلاثة غير جراحية، كذلك ام زيرو اذا ما في اي انتقالات، وام وان اذا في عنا انتقالات بعيدة يعني انتقالات للبلورا، انتقالات البريكارديوم، بحيث انه يوجد هناك مالينجنان افيجن يعني انسباب جنب ورمي، او انتقال الى العقد وحيدة خارج الرئة مثلا عقدة في ولكن ليست المنطقة يعني مثلا فوق الترقوة، او انتقالات بعيدة الى الدماغ او الى العظام او الى الكظر او الى الكبد. بعد ما ينعمل تي ان ام فبتصنف بقى من ستيج 1 الى ستيج 4، ستيج 1 الى ستيج 4، ومثل ما حكينا هذه الستيجات كمان قسمت الى سب تايتل اي 1 اي 1 بي 2 اي 2 بي 3 اي 3 بي 3 سي بعدين 4 اي 4 بي وبهذا الشكل وفور سي. حقيقة لحنا عنا لحد ستيج 3A جراحي، من ستيج 3B إلى 4 هي غير جراحية. ما هو إنزال سرطان الرئة؟ ذكرنا أنه إنزاله سيء، حاول حنشوف بالأرقام 5 year survival rate with complete resection of lung cancer حسب الستيج. هذا بالنسبة عالم سوري اسمه نائل مارتيني هو اللي توصل لهذه الإحصائيات وطرح منذ عام 1995. بيقول بستيج 1 بتكون نسبة السورفايفل 5 year 75% فقط، بينما بصير ستيج 2 تنزل هون 30% يعني بصير 45% 5 year survival، بس تنزل مرحلة ثالثة بصير مرحلة ثالثة بصير تنزل كمان 30% صار 15% سورفايفل فقط. وبستيج 4 طبعا هون طبعا غير جراحية فيكون هي فقط 15% سورفايفل او 6 اشهر فقط، عفوا فقط 6 اشهر احتمال الحياة فيها. ما هي مبادئ العلاج الجراحي لسرطان الرئة؟ وهي معظم السرطانات هذا المبدأ العلاجي حقيقة. في عنا ست مبادئ جراحية. المبدأ الأول استئصال الورم استئصالا تشريحيا كاملا، يعني ما فينا نستأصل قطعة أو نستأصل نصف فص، يعني استئصال فص رئوي أو لوبكتومي أو استئصال رئة كاملة نومنكتومي، أي أولا. ثانيا استئصال كامل الورم دفعة واحدة، ما بصير نستأصل الورم على أجزاء، يعني مثلا إذا مرتجح بالضلع ما بصير نقيم الورم لحاله بعدين ضلع لحاله، بنقيمه هو مع الضلع أمبلوك دفعة واحدة. استئصال الورم مع هامش امان كافي، اذا استئصلنا الورم ولم يكن تكون حواف الاستئصال خاليه من الورم فما في فائده من عمل جراحي، لذلك يجب ان يكون نسيج طبيعي حول الورم حتى نضمن انه مستأصل كامل الورم ما في بقايا ابدا. يفضل ربط الاورده قبل الشرايين منعا من تسرب الخلايا الورميه عبر الشرايين عند المناوره على الورم وعصر الورم وشده وتسليخه. يفضل ان نعمل تقييم تشريحي مرضي لحواف الاستئصال اثناء العمل الجراحي، خاصه اذا كان هامش الامان قصير وما لنا متاكدين انه نحن عم نستأصل من السوش طبيعيه. وسادسا وشيء هام جدا تجريف العقد من سره الرئه ومن المنصف، كل العقد متضخمه لازم نجرفها ونبعثها على التشريح مرضي لحتى يعطينا تصنيف صحيح بعد العمل الجراحي. هون صورة لفص رئوي استئصل كاملا بسبب السرطان محضين الكتلة هون في الرئة، وهي النسيج الرئوي حتى في جزء من النسيج الرئوي بيكون سليم لكن يجب أن نستأصل استئصالا تشريحيا. مبادئ مضادات الاستطباب العمل الجراحي كونترا انديكيشنز، أولا الانتقالات بعيدة
عندما هناك انتقالات فلا يوجد استئصال عمل جراحي. الاجتياح الورم للاعضاء النبيله في الصدر يعني تي 4، شو هي الاجزاء يعني شو هي تي 4؟ شو هي الاجزاء الاعضاء النبيله؟ يعني القلب والابهر والاجواف والمري والرغامه والنخاع الشوكي، او الانتقال ثالثا انتقال للعقد البلغميه المنصفيه في الجهه المقابله، يعني قلنا اللي هي ان ثلاثه يعني منتقله للجهه المقابله منصف او لفوق تحت الترقوتين، او اذا عندنا مضادات اصطباب داخليه كالقصور التنف القلبي والقصور التنفسي والجهازي، هذا كثير. لذلك كل مريض مرشح لعمل جراحي بنعمل له عاده استشاره قلبيه يتحمل عمل جراحي، بنعمل له زائر رئه حتى نعرف انه يتحمل جراحي، وبنشوف الفحوصات تبع الكبديه والكلويه وغيرها نتاكد انه هو داخليا ما في مضاد اصطباب لعمل الجراحي. ومن مضادات اصطباب العمل الجراحي ايضا سرطان الرئه صغير الخلايا، حيث لا جراحه له عموما. وتتراوح نسبه الشفاء 5 سنوات بعد العمل الجراحي، مع الاسف بين فقط 10-35%، ويعتمد على مرحله الورم مثل ما حكينا. عم نحكي هذا على عموما عموم سرطان الرئه وليس فقط اللي إذن على عموم سرطان الرئة. قلنا أنه من العلاجات إما علاج جراحي أو شعاعي أو كيمياء، وغالبا يكون مع بعضهم. إمتى بنعمل علاج شعاعي؟ إذا كان مرحلة 3 بي مثل ما حكينا، أو المرحلتين اللي هن الجراحيات أولى، مرحلة أولى ومرحلة الثانية ومرحلة الثالثة. إذا كان في مضاد اصطباب لعمل جراحي، يعني المريض لا يتحمل عمل جراحي بسبب قصور تنفسي أو بسبب قصور قلبي أو كلوي أو ما شابه، أو حالات إن اثنين لو عملنا عمل جراحي تحتاج إلى علاج شعاعي، يستطب قبل الجراحة في ورم بانكوس لحتى يصغر الورم يبعد عن الضفيرة العضودية، كما يعطى تلطيفيا لانسدادات الأجواف وفي الانتقالات الدماغية حتى تخفف الأعراض وفي الانتقالات العظمية. ما هو الاستطباب العلاج الكيماوي في المرحلة 3 بي أو 4 وفي سرطان إن رئة صغير الخلايا ليس له جراحة، فالعلاج المنتخب هو علاج كيماوي شعاعي لصغير الخلايا، ومع الأسف بيبقى إنزال سرطان صغير الخلايا سيء. نتائج العمل الجراحي تبقى الجراحة الواسطة الوحيدة الشافية في سرطان الرئة. نسبة وفيات ما بعد العمل الجراحي منخفضة بين 5-10%. اختلاطات الجراحيين ممكن تواجهنا complications، النزف مثلا يسيطر عليه بربط الأوعية بشكل جيد، والانخماص الرئوي بسبب مفرزات وبسبب الألم الصدري اللي بيمنع المريض يطرح مفرزاته ويسيطر عليها عادة بالإماهة والمسكنات القوية والمعالجة الفيزيائية التنفسية. الناسور القصبي الجنبي من الاختلاطات المهمة ويسيطر عليه عادة بخياطة القصبي بتقنية جيدة، وإذا كان المريض أخذ معالجة كيماوية أو شعاعية قبل العمل الجراحي يجب أن نغطي جزمور القصبي بشريحة عضلية تمنع الناسور هذا، وتقيح الجنب كما عندما نعمل تقنية جيدة ونغسل الجوف الجنب بشكل جيد فإننا ممكن أن نتلافى تقيح الجنب. وعموما هذه الاختلاطات هي نادرة. فقط سوف نتكلم عن فكرة جديدة في نهاية البحث عن إيثاق الجنب في انصباب الجنب الخبيث pleurodesis in malignant pleural effusion. ورغم أن العلاج الكيماوي هو العلاج الرئيسي لانصباب الجنب الخبيث، طبعا انصباب الجنب الخبيث ممكن ما يكون عن سرطان، ممكن عن سرطانات كولون، سرطانات ثدي، سرطانات غيرها، والمريض بيكون عنده ضيق نفس بسبب هذا الانصباب. فشو استطبابات وشروط ايثاق الجنب؟ اولا تكرر الانصباب بعد البزل، يعني المريض كل اسبوع بده مره او مرتين ينبزل الجنب لحتى يتحسن النفس تبعه، او وجود اعراض تؤثر على حياه المريض، يعني المريض مثلا ما بيقدر يقوم باعماله اليوميه. واذا ما يوجد واسطه علاجيه انجع، ليش ما في؟ شو الواسطه العلاجيه الانجع؟ العلاج الرئيسي لانصباب الجنب الورم هو كيماوي، فاذا عم ياخذ معالجه كيماويه ولم تعطي جدوى ممكن يعمل ايثاق جنب. واربع ان تكون الرئه قابله للانتشار الكامل، يعني ان يتصل الجنب الحشويه الى الجنب الجداريه حتى يؤثر الماده اللي عملنا فيها ايثاق جنب وتلزق الرئه في جدار الصدر بالصاق الوريقه الحشويه بالوريقه الجداريه.
وتعد مادة التالك أفضل وأرخص مادة لاصقة، وخاصة أنه نعملها إرزاز بواسطة الفيديو أسيستد ثوراكوسكوبيك سيرجي. إذا هي أفضل مادة وأفضل شيء تنعطى بالإرزاز بالتنظير الصدري. بهذا الشكل كنا هنا من موضوع سرطان الرئة، فلذلك أتمنى لكم التوفيق على الدوام